مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية. بفيديو اليوم رح ابدأ سلسلة تجهيزات لعيد ميلاد ابني. هلأ فيما يكون سألوني كيف قدرت نظمت وقتي لحتى قدرت خلصت كل شيء ومع ولد صغير. انا لحتى قدرت خلصت كل شيء بلشت قبل بتقريبا شهر ونص من يوم حفل العيد ميلاد. طبعا كتبت وصممت كل شيء بالقلم والورقة وكنت كل يوم جهز شوي صغيرة لحد ما خلصت كل شيء. طبعا ما رح اقدر فرجيكم كل شيء بنفس الفيديو لان رح يكون كتير كتير طويل، فقسمتهم على 3 أو 4 فيديوهات، واليوم ان شاء الله رح يكون الفيديو الاول. طبعا بدي منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين، تابعوني على السوشيال ميديا وتضغطوا على زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد انا بنزله. رح ابدأ اول شيء بالاكواب يلي قدمت فيها العصير. مثل ما ذكرت انا ما قدمتهم باكواب عادية بس قدمتهم بهدول المرتبين، زينتهم بطريقة حلوة. طبعا هني مرتبين زجاجية بس نحن الكبار شربنا فيهم، وهلأ رح فرجيكم كيف عملتهم. رح احتاج لمرتبين مغسلين ونضاف، خيط من اللون الازرق والابيض، كمان رح احتاج شوي من الدونتيل الابيض، وقطع كرتون قصيتهم على شكل دائرة، استخدمت هون اللون الأزرق الفاتح. رح احتاج كمان لمقص، غراء أبيض، وأخيرا شليمونات أو مصاصات. أنا استخدمت يلي هن باللون الأزرق والأبيض. أول شي رح أعمله هو أني رح أخذ قياس بالدونتيل نفسها، رح لفها دير مندار المرتبين، ولما ينلف معي كل الداير رح قصه، ورح استعمل الغراء الابيض لحتى لزقه على المرتبين. انا استخدمت هون الدونتيل العريض، عطى شكل احلى بما انه المرتبين جاي شوي طويل. اول شي لزقت الطرف الاول مباشرة على الزجاج، بعدين لزقت الطرف الثاني على الطرف الاول. هلأ رح أخد الخيط الملون، عندي هون الخيط ملون بالأزرق والأبيض، رح لفه كذا مرة حوالين الجزء العلوي من المرتبين، ولما أوصل للقياس المطلوب يلي أنا بدي إياه رح أقطعه على هيدا القياس. بقطعه بعدين رح فكه لأن بدي فوت فيه هيدي قطعة الكرتون اللي مدورة، عملت فيها الثقب بواسطة البيكار، بعدين دخلت بهيدا الثقب الخيط ورجعت لفيته مرة تانية دير مندار الجزء العلوي من المرتبين، ورح أربطه بشكل عادي. رح أرجع لفه كذا مرة لحتى أوصل للشكل المطلوب، وخلص بعمله ربطة بالأخير. وهيدا هو شكل المرتبين، برأيي أنا كان كتير حلو مهضوم، حطيت فيه المصاصة يلي لبقت مع كل الألوان. هلأ آخر شي رح حط السكر على شكل تاج على هيدي الكرتونة اللي لونها أزرق، الكرتونة المدورة. طبعا أنا بما أنه الموضوع تبع الحفل كان ملكي حطيت رسمة التاج. طبعا بحب أذكر أنه هول المرتبين مصنوعين من الزجاج فمش للولاد الصغار بس نحن الكبار شربنا منهم. هلا تاني شغلة رح برجيكم كيف عملتها واللي هي أناني المي، أو بالأحرى الديزاين أو التصميم يلي لفيته حول الأنينة. فطبعا رح احتاج لأناني مي حجم صغير، مقص أو إصبع تلزيق، كمان رح احتاج تصاميم أنا صممتها وطبعتها. طبعا فيكم تصمموا التصميم اللي بدكم إياه حسب الموضوع يلي انتو اخترتوه. طبعا أول شي رح شيل الورقة القديمة للأنينة لأن بدي حط بدالها الورقة الجديدة أو التصميم الجديد. وهول التصميمات أنا عملتهم على القياس، يعني عارفة إنه رح يجوا قياسهم بالطول وبالعرض مناسب للأنينة الصغيرة. قطعوها بواسطة المقص أو بواسطة الشفرة، أنا حسيت إنه الشفرة أسرع ودقيقة أكتر. هلأ بكل بساطة رح لف حوالين الأنينة ورح أوضع شوي من التلزيق على الطرف، بعدين ححط الطرف الأخير ولزقه على الطرف الثاني. رح أترك التلزيق لحتى ينشف. ملاحظة، إذا طبعتوا التصميم على ورق عادي ما بنصحكم تحطوا الأنينة بالبراد لأن الورق حيتبلل كتير ورح يتخزق، فالأفضل أنه تخلوهن بدرجة حرارة الغرفة.
الشغل اليدوي الثاني يلي رح فرجيكم عليه اللي هن علب البوب كورن يلي انا غلفتهم. طبعا هن اجوا بلون ثاني كليا، بس انا عملت تصميم وغلفتهم وطلعوا بهيدا الشكل. اكيد اول شيء رح احتاج للتصميم يلي صممته وطبعته على ورق عادي، والتصميم عندي هون عملته وطبعته يعني حيكون اصغر من العلبه، يعني انا رح اضطر اني اقص قطعه منها. طبعا بالاضافه للعلبه بتشتروها جاهزه، شوي من التلزيق، المقص والشريط او الريبون اللي لونه ازرق. التصميم يلي عملته كتير بسيط، يعني انا بس عملت مستطيل او الاحرى مستطيلين حيكونوا على كل جهه، وهيك رح يغلف لي العلبه كلها. طبعا هلا انا طويت الورقه نصين ورح اقطع هيدا التصميم، رح اقطعه لمستطيلين منفردين ورح ابدا اغلف فيه العلبه. رح احط تلزيق على كافه العلبه، رح اترك بس يعني مسافه صغيره من فوق لان هيدي اصلا رح اضطر قصها والتصميم ما رح يغلف لي اياها كلها. رح اوضع بهيدا الشكل ورح احرص على انه اللوجو حيكون مثلا على جهه واحده، بس الورقه الثانيه يلي رح لزقها من ورا رح تكون بالمقابل، فاذا حتنفذوا هيدي الطريقه بس انتبهوا بالنسبه لهيدا الموضوع. فهون عم لزق الجهة التانية بنفس الطريقة، او مثل ما لاحظتوا هون من بعد ما طويتها بين عندي مثل زوايد يعني، فبكل بساطة رح قصها وتخلص منها. نفس الشي عندي هون من الجهة التانية، كمان الزايد من اللون الابيض رح اقطعه، كمان رح اقطع القطعة يلي بقيت من دون تغليف. وهلأ صار فيي ركب العلبة لحتى تصير عادي علبة عادية. واذا بتلاحظوا الاطراف عندي منها كتير نظيفة، فانا قررت اني احط شريطة زرقاء او هيدا الريبون الازرق داير مندار من الاسفل ومن الاعلى، وهيك لحتى تغطي لي اي قصة مش طالعة كتير نظيفة او اللون الاحمر يلي مبين من تحت. هيدا هو الشكل النهائي اللي بحصل عليه، شكله حلو مهضوم والوانه مناسبه. هلا الشغله اللي بعدها يلي عملتها هي الكب كيك توبرز، كمان عملت التصميم ولزقتهم على اعواد خشبيه وحطيتهم فوق الكب كيكس، ومثل اللي قبل عملت كذا تصميم من باب التنويع. طبعا رح احتاج للتصميم يلي عملته طبعته على ورق عادي، أعواد خشبية بطول 15 سنتي تقريبا وكرتون لونه أزرق. أول شي رح أقطع قطعة من الورق أو من التصميم، ما ضروري أقطعه بشكل دائري لأن أول شي رح أعمله هو رح لزق هيدي القطعة الورق على الكرتونة، من بعد ما لزقها رح أقطعها على شكل دائرة. هلا السبب اني ما قطعتها على شكل دائرة مباشرة من الورق لان اذا لزقت عليها العود الخشبي هي الورقة يعني طرية فحتتعوج عندي وما رح يكون شكلها حلو، بينما اذا قويتها من الخلف بكرتون رح تمسك شكلها اكتر وتكون قوية وما رح تتجعلك عندي. فهيدا الشكل يلي حصلت عليه الكرتونة من ورق رح تقوي لي الورقة. هلا رح اخد العود الخشبي رح غمسه بالغراء وبعدين رح لزقه من ورا على الكرتونة واتركها لحتى تنشف، وهيك بعدين بتصير عندي جاهزة للاستخدام. اما بالنسبة للأعواد يلي زينت فيهم كرات شوكولا والبسكوي فزينتهم بنفس الطريقة، بس الفرق اني حطيت من فوق شكل التاج، فرح احتاج لرسمة التاج. طبعا يعني اذا لقيتوها جاهزة اوكي اشتروها، واذا ما لقيتوها جاهزة مثل ما انا عملت بكل بساطة عادي رسموا رسمة تاج قطعوها ولزقوا على كل راس من فوق قطعة استرس حيال الموجود عندكم لحتى تحصلوا على هيدا الشكل. فبنفس الطريقة يلي عملت فيها الكيك توبرز رح اغمس العود الخشبي بالغراء ورح لزقه من وراء رسمة التاج وبتركه لحتى ينشف، بعدين بصير عندي جاهز للاستخدام. اما المرتبين يلي حطيت فيها البانا كوتا فطريقة تزيينها كان كتير كتير بسيط، عشان هيك حسيت انه ما في داعي لاني صورهم. الشي الوحيد يلي عملته هو اني نظفت المرتبين كتير منيح، وضعت تلزيق ورق بالوسط، تلزيق الورق يلي بيكونوا ملونين، انا اخترت اللون الذهبي وهيدي هي بكل بساطة.
فهذا كان اول فيديو عن بعض التجهيزات يلي انا عملتها. طبعا هو مش كلهم، في بعض فيديوهات تانية رح احكي فيها عن اشياء اكتر. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقية الفيديوهات. وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. مع الف سلامة.